السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين بالماضي يتلقى سلاح هجومي جديد من أوروبا. يا وليكو غي تخدم، اخدم جيب اللعابة، اخدم واعرف كيفاش توظف اللعابة، واعرف كيفاش تكريي بوس اللعاب، جيب لعاب يقعد ناف يقعد ناف، ولا لعاب مثال ويت يقعد ويت، ولا سيس يقعد سيس عندك. اعرف كيفاش توظف انت اللعابة، اعرف كيفاش تخلق يعني ديب يعني توظف اللعابة تاوعك في الميدان. هذه هي الخطة التكتيكية، وليت على بالك وليت ولاو الخطة التكتيكية تاوعك كاع يعرفوهم لي زافريكا، ولاو كاع يعرفوهم. ولا مين تدخل الناس مين تزقي على جوار يعرفوك شا كاين شا مكاش. على هذيك شويه الناس فاقت بيك، اعرف روحك انت مليح، عرف كيفاش تخدم. جيب انا نقول لك حاجه ونعاودها لك، ماذا بيك وتجيب مدرب احسن منك انت ديرو مساعد يقرا التاكتيك دو جو مليح. هذه اللي نقولها لك، جيب اونترينير احسن منك انت. انا نقص شويه من الصالير تاعك وجيب مدرب مليح، دير كيما دار سونغ هذاك المساعد اللي عنده، هذاك المساعد يربح لافريك كومبلي، يربح لافريك كومبلي، يربحها كومبلي. قادر انت تجيب مساعد يكون مليح، يكون احسن منك، يوري لك. هذه هي ماشي عيب، جيب مساعد مليح، جيب اونترينير يساعدك يكون مليح، يقرا المباراه ما بين الشوطين، يعرف لي تاكتيك دو جو. ماشي تاكتيك دو جو واحد ولا زوج دور بهم ربع سنين، الناس كاع حفظتهم، الناس كاع حفظتهم. اولا اخدم منا ايكيبا ولا عميله بغيت ربي يا ولدي. وين قدم المدرب الفرنسي لوسيان في بار سلاح هجومي فتاك لاستعماله في منظومة الهجومية الكروية لكتيبة المنتخب الوطني الجزائري باتخاذه لقرار مهم في نادي نيس. وقرر التقني الفرنسي لوسيان مدرب نادي نيس الاعتماد على مهاجمه الدولي الجزائري بلال ابراهيمي كمهاجم صريح خلال الموسم الكروي المقبل، حسب ما كشفه الصحيفة جوليان في تغريدة على حسابه الصحفي جوليان في تغريدة على حسابه الشخصي في منصة تويتر. ثم ما غلطناش ما قلت لكم باللي هذا ابراهيمي بلال ابراهيمي يعني لو كان يلعب تيتيلر يولي يلعب دونتري مع هذا لونترينير تاع نيس. نقولها لكم ونعاود، حيه كبيره، فرشت عليه وتفرشت، نعرفه شويه، انا ما نعرفش بزاف كره قدم، انا تعلمتها غير من 2019 ورواح. ما كيشت انا يا جماعه بالماضي تعلمت انا يا تعلمت كره القدم. هذا ما كان كيما قالها مؤمن، قال لك الناس ولات تعرف وتبغي كرة القدم من 2019 ورواح. تسمى حنا تعلمنا غير 2019 وتعلمتها في الدومي فينال تاع ليكيب ناسيونال، هذا مكان وما مليان ما شفنا كناش نعرفوا كرة القدم. وجاء قرار المدرب فيفار باعتماده على النجم الجزائري كرأس حربة موسم مقبل بعدما قدم محارب الصحراء مستوى قوي خلال مبارياته نادي نيس التحضيرية والتي لعب خلالها إبراهيمي مهاجم صريح. على نبدا نقول باللي هذا المدرب تاعنا يعني ما عندوش طريقة، خاطش علاه ولينا نشوفوا اللعابة هنايا، اللعابة يلعبوا في ليزيكيب تاوعهم، يلعبوا بمستوى، تشوفهم يلعبوا في لي بوست مغايرين. كي يجوا هنا المدرب تاعنا حفاظ على بعض اللعابة الأصدقاء تاعو، يعني يقول لك خلي هذاك أونس، خليه مور بليلي. أنا نعرف باللي هذا اللعاب بالماضي غادي يجيبه، ما غاديش يلعبو نافا، ما غاديش يلعبو ناف، يخليه السوتيا تاع راخر تاع محرز، ينجم يلعبو ناف. أنت كي تشوف زروقي كيفاش يلعب في لاهولون في ليكيب تاعه، مغاير، تشوفو يلعب في لاطاك كتير، يلعب تشوفو في الكاري 18، كي يجي هنايا تشوفو يعني يلعب مور بن عمري، تشوف نتايا بن ناصر هنايا يلعب لك يعني كيما نقولو حنا مهاجم يعني خط وسط ميدان هجومي، كي تشوفو نتايا مع ميلون يلعب لك
ديفونسيف، يصنع اللعب، يخدم، يدير توازن، سنتينير. بس عم تهدر انا مال تهدر، يقول لك تاوي تعرف، تعرف خير منه. لا بغا يدير شابه صباح، لا بغا يدير حديد وين، الله يرحمه مسكين، الله يرحمه حديد وين، لا بغا يدير علاه انت كي انت تهدر، وانا نهدر، وهذاك يهدر، وذاك يهدر. هاتشو ديك خطره سمع جبور، مي جبور قال لهم لاربيت، قال لهم بارتيا ما تعاودش، غاصتو قال له جبور ميرسي. كيف تقول بارتيا ما تعاودش؟ عاود بغيت انت انت تقول باللي تتعاود، الناس قاعد تقول تتعاود، او ما كاش اللي عنده وجهه نظر تاعو، او انت تقول صباح الخير قاع الناس تقول صباح الخير لبغات الليل ولا لا، كل واحد عنده وجهه نظر تاعو. انا تبان لي انا ولا تبان لي باللي بارتيا ما تعاودش، سيبو ما تعاودش. راهي الفيفا دارت كاع وين غادي لي زيكيب كاع وين وين يروحوا لي زوتيل ويدو، دايرين الكاميرون ماشي دايرين الجزائر، هذه هي. وفي حال وافق لاعب المنتخب الوطني في منصبه الجديد المرتقب ان يشغله بعد ايام قليله من انطلاق المنافسه الدور الفرنسي لكره القدم، سيريح قرار في فار الكهل بالماضي يعني قرار في فار كهل بالماضي بشان تراجع الرهيب لمهاجمين منتخب الجزائر منذ كان الكاميرون، وسيكون بلال ابراهيمي سلاح اضافي للناخب الوطني، من حيث يمكن له توظيف مهاجم الواعد في منصب جناح ايمن بديل يوسف ليلي او كمهاجم صريح خلال الاستحقاقات المقبله بدل بونجاح وسليماني. يعني وين ما ينجمش يدير وجبه جديد من ابراهيم وراخر وين كيسموه كيسموه تاعنا بالرحمه. ويعد صاحب 22 عام ابراهيمي احد مخلفات ما اطلق عليها ثوره بالماضي كثيره كبيره، والتي استهلها من اجل تغيير وجهه كتيبه محاربي الصحراء بعد نكسه كاس امم افريقيا وبعدها تصفيات منافسه كاس العالم قطر 2022. وكان المدرب الوطني قد استدعى الى جانب وفد الجديد بلال ابراهيمي 6 لاعبين جدد اخرين منحهم الفرصه ارتداء الوان الوطنيه أول مرة في مشوارهم الكروي. وفضل عن استدعاء مهاجم نادي نيس إبراهيمي، وجه بالماضي الدعوة لكل من رياض بن عياد، يعني هذا ما غاديش يزيد يجي، بلال إبراهيمي ما غاديش يزيد يجي، عبد القادر قهار ما غاديش يزيد يجي، قادري ما غاديش يزيد يجي، يانيس حميس ما غاديش يزيد يجي، حاكم زدادكا غادي يجي، والحارس أنطوني يعني ماندريا غادي يجي. هذو زوج برك اللي غادي من هذو من هذو ستة ولا سبعة، هذو اللي غادي يجوا، هذا مكان ثلاثة ثلاثة. هذو بلال ابراهيمي لا ولا يلعب به وما يديرهاش ناف، ما غاديش يديروا ناف، انا نعرف اللي ما غاديش يديروا ناف. الا قعد راه كسموه هاراوي راهم يقول لك باللي باللي كيسموه بونجاح يعود بقوة، هذاك الى سليماني راح يلعب في راح يلعب مع في بريست، يعني غادي الى راح يلعب في بريست ما نعرف غادي ما يدير يديرها يديرها السوتيا تاع 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 بلايلي، هذه هي ما هي. ولا ما ولاش يلعب يسيب له سبا يقول لك صاي ما غاديش نعيط له، انا ما نعيطش الوحود قاعدين في بلاصه، هذه هي. هذيك ان شاء الله بربي تكون كما يقول لك صح حقيقه، ما تكونش زر رماد على الجماهير الجزائريه كما كانوا يديروا لنا، ها راه جايب اعلان، ها خطره جايب بيكتور لك حل، ها خطره بدات يقول لك تغييرات، وهي ما الاخير تشوف 11 تاعو يلعبوا. هذه هي ان شاء الله بربي يعطي فرصه كبيره للزدادقة، يعطي فرصه للحميش ولا اي تنوري، يعني يروح يتصل باللعابه يتصل بهم، عليك نشوفوا لازم جديد، لازم نشوفوا حاجه جديده. راك تشوف لازم تكري دي بوست للعابه، انت يا ديك خطره نهار الكاميرون لعبت بخمسه زوج ثلاثه زوج ريكيبيراتير، ما تنجمش دير كون دخلت راخر صانع العاب، كون درت بلايلي جبدتو منا صانع العاب ودرت مليا بالرحمه، كون درت بالرحمه صانع العاب، كون جبدت منا راخر كيسموه محرز صانع العاب ودخلت مليا لعاب في بلاصته يلعب، يعني انت لا كات يقعد كات سانك يقعد سانك، لا للتغيير.
تنساوش عطونا جيم كومنتير وابونو معنا وربي يحفظكم. صحيتو خوتي.